النجوم اللي شرفونا في الحلقة الختامية تفضلوا معي على المسرح. اثنا طيب عزيزي المشاهد، معنا هالشعراء النجوم اللي وصلوا للأمانة بجزالتهم وبتقييم من أعضاء لجنة التحكيم، سواء الشاعر فالح الغنامي أو كذلك مرهب البقمي أو كذلك الشاعر معتق العياضي، وكذلك بالتصويت من خلال جمهورهم وداعمينهم اللي حبوا أنهم يتواجدون على هالستيج. وأنا أعتقد أن وصول هالشعراء إلى هالستيج هو بحد ذاته إنجاز وتتويج. في نهاية الأمر المراكز أربعة وذهبت لمن يستحقها. تبوننا نعلن ولا ناخذ انطباع الشعار؟ أنا شفت تصفيق قوي قبل شوي، لمين التصفيق؟ الله يطول عماركم ويحييكم وليهينكم ويشكر مساعيكم. أمرني يا عادل. فوق الأمر، وش تقول؟ أقول الله يكتب لنا التوفيق لي وأخوياي الزملاء الشعار، ومن عين شيء يستاهله. أبو سلمان. أقول الله يوفق الجميع إن شاء الله، وصولنا للمرحلة هذه نجاح بحد ذاته. يا رب، وأنتم إن شاء الله موفقين جميعا. نعلن عن المركز الرابع. قبل لا نعلن، أنا والمايك تحت أمرك. السلام. الله يسعد مساكم جميع، بيض الله وجه كل من دعمني، ربعي قبيلة آل الشواطق حطان استاهلون. ادعموا في المرحلة الأولى وادعموا في المرحلة الثانية وقدموا الهدية الجزلة لي أنا يا ولدهم في المرحلة الأخيرة. أقول تبين الرجال وموقف الصاملين يبان، لي شمر السيف المحنى عن ذراعه، وربعي وقفت بني عمي لي عنكب الدخان تعز الرفق في الحال ما تمزع شراعه. يا ربعي هل الوقفات حماية الحدان، هل البيرق اللي جرى الأيام مزاعه، يا صبيان غلب صيتكم وافي ورنان على قمت الأمجاد صيفه ومرباعه. يا صبيان غلب صيتكم وافي ورنان على قمت الأمجاد صيفه ومرباعه، على الشواط اللي بكم تفتخر قحطان، على الشواط اللي بكم تفتخر قحطان، وبكم يعتزي اللي جور الايام ملتاعه، جملتوا وجملتوا وطبع الكريم معان، ومنكم وصلني ربع مليون نص مليون في ساعه، علي الحرام منكم مطنخ جبر وعيان رجال اللي اجت المواجيه فزاعه. صح الله لسانك واعتلى شانك انت ومن يسمع من الحضور وكذلك من جمهور الشعر. تتوقعون نعلن عن المركز الرابع؟ السؤال لمن يتابعنا من خلف الشاشة، تتوقع طال عمرك نعلن عن المركز الرابع؟ طبعا لا. قل لي ليش؟ الحقني الحقني يا مخرجنا الحقني، بتعبك معي معليش. ابو ماجد عنده مداخلة يا جماعة، لا تلوموني، لوموا ابو ماجد. لبيك وسعديك. السلام عليكم. حاب اشكر رجل الاعمال هادي بن عبد الله العمور على دعمه، والله يبيض وجهه ويستاهل. واشكر ربوعي قبيله الدواس العامه والخيالات خاصه، واقول كل حر من بني عمي اليوم ان شفت هده ما يعدي غير في رؤوس النوايف والعدايم، فزعه اللي ضامته الايام وظروفه تحده، فزعه لا من نخانه خاب توجيه الهلايم، ويحتزم فينا ويلقى محزم صامل وعده، اطرف خيلي اليوم من قام قطعها الخرايم، يحتزم فينا ويلقى محزم صامل وعده، اطرف خيالي اليوم من قام قطعها الخرايم، والله من زود المكارم، والله من زود الموده، والله من طيب المراجل، والله من قوى العزايم. صح الله لسانك يا ابو ماجد. الان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
المايك على خشمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء الله يبيض وجيهكم جميع على الحضور، وأخوكم شجاع البقمي حضرنا ونافسنا أخويانا إلى أن وصلنا النهاية، وكانوا منافسين شرسين، ومن حصل شيء يستاهله، واللي ما حصل ولا لحالف الحظ ما ينقص من مكانته ولا ينقص من شعره شيء، والجمهور ما قصر وربعنا ما قصروا، الأد نامر والأد مرزوق والبقوم عامة الله والله والله وسبعين نعم تنشر لهم البيضة، وقفوا معنا وساندونا وإلين وصلونا المرحلة ذي، وتنشر لهم البيضة على كل مرقاب. استهلون. خلونا نعلن يا جماعة الخير عن صاحب المركز الرابع. أتأكد من الاسم، أعطوني الاسم يا إخوان. عيفان كيف الأمور؟ كويسة؟ شعرائنا مرتاحين؟ الأمور طيبة؟ أنا جاهز الإخوان في الكنترول، إذا الاسم جاهز أعطوني إياه.